بعض الناس تسأل طب أخي أنت بتعرف هاي المريضة أساساً بحكم انتمائها لهي الطائفة، واحتمال ممكن هي يصير معاها نزف، وبالتالي فأنت عم تكون عم تضيع كلية عليها، لأنه شخص بيروح يعني ممكن هاي الكلية تعطيها لشخص ممكن يتقبل هاي الإجراءات. في شيء لازم نتذكره هون، إنه في حال أنت ما أعطيتها هذا العضو المزروع فأنت تعتبر عم تعمل ديسكريميشن، أو عم تمييز. تستبعد تمييز، عم تستبعدها بناء على معتقداتها الدينية. فهذا الشيء مرفوض لكل الأديان ولكافة المعتقدات، طيب مجرد إنه نحن تعليقا على كلامك، خليني اقول لك حاله قريبه جدا جدا، وصراحه رفضنا نعطي الكلى لهذا المريض، بس الوضع مو لسبب ديني ابدا، نحن بنحترم الاديان كلها والطوائف، وهي بدليل انا بتعامل مع على الاقل 5 6 مرضى شايفهم انا بحياتي من مراكز مختلفه، واخذوا كلى وهن شهود يهوى هن. بس انا في مريض عندي عم نقيمه للزرع، هو مريض قصور نهائي يعني بحاجه زرع كلى، عمره 55 سنه مثلا كان اظن، وعنده مرض قلبي وبياخذ وارفرين، يعني وارفرين مميع دم، تمام؟ وهو عم يقول انا من شهودي هو وانا ارفض نقل الدم. هلا هون انت هلا عمليه الكلى عليه عمليه غير نازفه، لو انه هو بده مثلا عمليه العمليات النازفه عموما جراح حقه يستبعد المريض لانه هو في خطر اكبر من الفائده. انا اذا جوا العمليات المريض بلش ينزف وما في دم انا ممكن يموت بين ايدي، فانا هون صار في خطر اكبر من الفائده. فصراحه بهذا المريض بالذات الجراح قعد معه وتناقش معه، قال له تعال هون يا حبيبي، انت اذا بكره بالعمليات نزفت هتسمح لي انقل دم؟ قال لا ما بسمح لك. فانا هون انا احترمت رغبته، انا ما حاجبره على نقل الدم ابدا، بس بالمقابل انا ما حعرضه لعمليه قد يضطر فيها نقل دم لانه هو عم ياخذ وارفرين. فاحنا شرطنا الاساسي بهدول المرضى ما يكونوا على الوارفرين صراحه. نعم، فالتمييز هون طلال انه نحن ما عم نقيم مبادئ المريض، نحن عم نقيم تمام حالته الطبيه حصرا، عم نعمل ريسك صحيح اسسمنت لحالته الطبيه حصرا، هل هالعمل نحن العمليه رح نعملها رح يكون فيها اجراء وخطوره عليه تمام ولا لا؟ نحن ما دخلنا بقيمه، اذا قيمه ادت لهذا الشيء هو هي حياته هو يصطفى، ولكن انت كطبيب عندك هاي المعطيات، هذا الشخص احتمال ينزف، واذا نزف احتمال يموت، ما فينا نعالجه، فانت من حقك انك تقول انا ما بدي، خطورة لانه بالاخير صحيح المريض عنده ذاتيته وعنده نحن لازم نحترمه، لازم نحترم قيمه، ولكن بنفس الوقت نحن كاطباء ما لنا ملزمين نعطي اي نقوم باي اجراء نحن بنعتقد ممكن يسبب خطوره ما لها داعي، او ممكن يعني خارج عن الجايد لاينز تبعنا.